ده موجود. النادي الاهلي انا طول العمر، انا طول عمري طول الوقت موجود في النادي الاهلي. يعني طول عمرك بتتكلم باسم النادي الاهلي وبتتكلم على كيان النادي الاهلي وبتتكلم على الناشئين في النادي الاهلي، وكنت فتره كبيره في الناشئين في النادي الاهلي. انت فين يعني اسمك؟ لا انا موجود في النادي الاهلي، لكن انا فين؟ ممكن اكون محظور على عليا الشغل جوه النادي الاهلي. ممكن يكون عشان انه يعني عشان محزور. انا هقول كلمه محظور دي كلمه كبيره. لا مش كلمه كبيره، لا دي حقيقه حقيقه. بس احنا بنحب نزوق الكلام، انا ما بحبش ازوق الكلام. انه هم خليك انت اهلاوي واحنا بنحبك، بس خليك بعيد، انت واخد بالك؟